السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف داير؟ لاباس عليك؟ بخير. حياك الله سيدي يوسف، الله يطول عمرك. بارك الله عليك. يا مرحبا. كيف داير؟ لاباس؟ بخير. نحمد الله تعالى ونشكره على كل حال. صحتك لاباس؟ اش اخبارك؟ ولله الحمد والمنة. لاباس عليك. فضل من الله واكرامه. لا اله الا الله. يستر لك الامور ويعاونك. يا ربي وجميع المؤمنين والمؤمنات. والبركة في راسك من جهة الوالدة ديالك الله يرحمها. اللهم امين يا رب وارحم جميع اموات المسلمين. اللهم امين. البركة في راسك الله يرحمها ويجعل قبرها روضا من رياض الجنة. يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم، جزاك الله الف خير. الله يطول عمرك سيدي. ايوه نسمعك. انا مزاوق فكرة، عندي واحد المشكل ديال الوسواس القهري وراني في حاجة ماسة اليك السي طيب باش تنصحني وتساعدني. لا اله الا الله. ما عندي من صراحة هذا المشكل ديال الوسواس القهري اللي عندي، ما نقدرش تجيني في واحد المسألة اللي ما نقدرش نبوح فيها على الاثير. واخا سيدي. يا سيدي عافاك، انا مزاوق فيك، راني باغي نهضر معاك وباغي نبغيك تساعدني، راني في حاجة ماسة اليك. على الرحم والساعة سيدي يوسف، على الرحم والساعة. انا مزاوق لك في الطرام برجليك، الا بغيتك تساعدني. استغفر الله مولاي، على راسي وساعة باذن الله خويا. مرحبا مرحبا سيدي يوسف. عافاك، راني ما نقدرش نقولها لك على الاثير، تيجيني الوسواس القهري بواحد الحاجه ما نقدرش نقولها لك على الاثير. اذا كاينه شي طريقه باش نهضر معاك ما يسمعنا حتى واحد، نبقى غير بيني وبينك. صافي سيدي يوسف، انا خديت الرقم ديالك هو بين يديا، انا عندي الرقم ديالك هو 0535، انا غنتواصل معك ان شاء الله بعد البرنامج. عافاك عمي، راني مريض بالوسواس القهري وانا في حاجه بس اليك، راني تقريبا شهرين وانا باش تنحاول باش نهضر معك. يا مرحبا مولاي، يا مرحبا، الله يحفظك ويرعاك. عافاك نخلي لك التليفون ديالي وهضر معايا. واخا سيدي باذن الله، ها هو التليفون اللي غناخذو ان شاء الله. لا نعطيك التليفون ديالي الشخصي، هذا غير ديال الدار. واخا سيدي، ما تقطعش يا سيدي يوسف، ما تقطعش. ان شاء الله تعالى هذا سيدي سامي في الاخراج وتلقي المكالمات، غادي ينسق معك وان شاء الله غنتواصل معك ان شاء الله بعد البرنامج. والله يحفظك ويرعاك سيدي يوسف، ربي يكون معك ولي ونصير. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الوسواس القهري هو تقريبا ممكن ان نقول ايها الاحباب الكرام بان الامراض النفسيه التي تسود في عالمنا هذا العالم ديالنا، العالم المادي العالم الوضعي، صارت الامراض النفسيه تفوق بكثير الامراض العضويه، تفوق بكثير الامراض اللي هي يا مرتبطه بالجهاز الجسمي. الامراض النفسيه خطيره وهي متشعبه، ولكن ممكن ان نقول جازمين بان حوالي 70% من الامراض النفسيه هي وسواس قهري. راه معظم الناس كيبقى يتفكر ويتدبر ويحلل ويناقش هذا قرار عند خبراء في علم النفس، ان حوالي 70% من الامراض النفسيه هي مجرد وسواس قهري. وقد تحدث ربنا عز وجل عن ذلك فقال: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا وضع صورة كاملة بشأن الوسواس. وفي السنة النبوية المطهرة سيدنا النبي شرح لنا ما هو هذا الوسواس، قال لنا: هو روح خبيثة غير قابلة للإبصار، هي تتشكل بأشكال مختلفة وتأتي عند المريض، تأتي عنده أمام أذنه وكتقول له أذكر كذا أذكر كذا وتخوفه. إما تأتيه في اليقظة، هو جالس في اليقظة وكتقول له كلام في أذنه يسمعه وذاك الكلام كيأثر فيه تأثير سلبي قوي. وإما أن يأتيه عن طريق الرؤى المنامية، كينعس في المنام وكيلقى رؤى منامية مخوفة
كيشوف البحر يهجم عليه، أشخاص تقطع أعناقهم، عقارب وأفاعي، كلاب سوداء، قطط تسيل دما. هذا كل من باب الوسواس الخناس ليحزن الذين آمنوا ويخوفهم. وإما أن تكون عبارة عن خواطر ذهنية، خواطر ذهنية تريد على الإنسان. أخونا يوسف فيه الحياء وقال بأن الخواطر اللي كتجي في الدماغ دياله يستحيي أن يقولها. هي معروفة عند الخبراء هذه الخواطر مراتب. أول خواطر كتجي عند الوسواس القهري كتجي عند الإنسان، خصوصا الشباب، الشباب في سن المراهقة وكذلك الشباب في العشرينيات من أعمارهم وحتى في الثلاثينيات. أول شبهة ديال الوسواس كتقول لي بأن الله تعالى غير موجود. هذه أول شبهة معروفة عند المرضى ديال الوسواس، كتقول بأن الله تعالى غير موجود ويستشعر بأن أفكار كتقول لو كان الله موجود فأين هو، وتعطي شبهات كثيرة من خلالها يعتقد بأن الله غير موجود، أو يعتقد بأن الله موجود ولكن يتساءل لماذا هذه الأحزان ولماذا هذه المشكلات ولماذا هذه الشدائد في المجتمع، لماذا الصعوبات كثيرة تقع للناس والأمراض والأسقام، أين العدالة الإلهية، أين هي الرحمة الإلهية، أين هو اللطف الإلهي. فيتكون لديه وسواس بأن الله تعالى يظلمه وأن الله يتخلى عنه. هذا أول جانب الوسواس على المستوى العقدي. النوع الثاني من الوسواس كيجي في الشريعة، كيقول واش القرآن من عند الله، واش الأحكام الشرعية الدينية واش هي تضمن العدالة الاجتماعية، لماذا هناك التفريق بين الذكر والأنثى في الإرث، التفريق بين الذكر والأنثى في عدة أحكام في الزواج في الشهادات وغيرها، ولماذا ربنا حرم هذه الأشياء، حرم العلاقة بين الرجل والمرأة، يقول بأن الإسلام ألف بين المختلفين وفرق بين المؤتلفين، ويبقى دائما يشعر بشك في الشريعة الدينية. ثم هناك وسواس آخر كيجي في قضية أخرى، كيجي في إنكار البعث والنشور والدار الآخرة، ممكنش كيفاش أننا نبعث بعد أن نموت، وكيجي وسواس هكذا في الجانب الديني. نوع آخر كيجي الوسواس في قضية أخرى وهو في الشهوات، أنه يشعر برغبة في الشهوات، أنه ربما كتجي خيالات صور ذهنية لنساء حسنوات بشكل معين، أو أنه يتوهم بأنه يقيم علاقة غير شرعية مع جهة معينة، أو هكذا هذا العالم الغريب يأتي في الذهن. وقيس على ذلك أنواع من الوساوس تصل الإنسان. وهناك من يشعر بالأمراض، بالأمراض أنه عنده وسواس ديال المرض، أنه في موضع الدكي الميكروب، في موضع الدكي الخطر، ويشعر بالخطر دائما ويريد أن يعتزل، ولما يعتزل عاد ديك الساعة الوسواس كيشد فيه كثير، لأن الوسواس من شروط العلاج ديالو عدم العزلة، لابد من المشاركة الاجتماعية، أن تكون اجتماعيا مع الناس. وهكذا أشكال وألوان ديال الوسواس. اللي غنبغي نقول لسيدي يوسف، نقول لي هذا المرض راه ليس جديد، هذا مرض قديم قدم البشرية، وجاء الإسلام وأراد أن يحد من شدته، ووضع لنا آيات قرآنية مجرد أن نرددها فإن الوسواس يخنس. منها قول الله تعالى في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كان بعض الصحابة يوقع لهم الوسواس في الذات الإلهية، فيقولوا يا رب يا رسول الله، لما نكون معك نؤمن ولما نروح إلى بيوتنا ونعافس أزواجنا وذريتنا، ويقول لهم ساعة وساعة، ومن جاءه الوسواس فليقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أول طريقة للعلاج الوسواس في يوسف، أولا هو قطع التفكير، حبل التفكير. احنا عندنا حبال ديال التفكير متعدده، الا كان عندي حبل تفكير ايجابي كيفكر في الحياه بجماليتها ورونقها ونجاحها، انا احافظ على هذا التفكير وهذا الخط يبقى متصل. اذا كان هناك عندي تفكير سلبي، تفكير ظلامي، تفكير يحطمني، اقوم بقطعه. هذا غير رمز، راه عندنا واحد المقص، مقص الرقابه في الذهن.
راه ممكن ان استعمله في ذهني واقطع هذا الحبل التفكيري الذي فيه الوسواس وانتهي ببساطه. اللي عنده اراده قويه ما يحتاجش كثير من الوقت. عندنا مقص ذهني داخلي غريب لي التفكير سلبي، كنفكر في الحزن وفي الامراض وفي الاسقام وفي الذي مضى واخاف من المستقبل ونقول ما عندي زهر وننبكي، غنوقف التفكير. كيف ذلك؟ نقطع بالمقص. فين هو المقص؟ في ذهني. وكاين اللي هو يستعمل اذكار وايات قرانيه، من بينها يقرا 3 مرات عند شروق الشمس وعند غروبها، يقرا قل هو الله احد والمعوذتين صباحا ومساء. وكذلك اذا شعر بالوسواس قوي يقول هذه الكلمه الطيبه، كلمه التوحيد، كلمه لا اله الا الله اللي هي سر الوجود ومفتاح الجنه. يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر هو علاج للامراض النفسيه، حيت الامراض النفسيه كتخلي الخط ديال التفكير والخط ديال الشعور يتمايل يتموج. هكذا فسره العلماء والخبراء، خط التفكير عندنا بحال نبضه القلب يتموج ويتمايل، وخط الشعور ايضا يتمايل ويتموج. فلما اقول هذا الذكر بلا اله الا الله فانه يستقيم على منهج الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر فيه اجر وثواب. سيدنا النبي قال من قاله 10 مرات او 100 مرة في اليوم اعطاه ربي عز وجل اجر 10 رقاب، وصرف عنه الشيطان يومه ذاك، واعطاه الله من الحسنات شيء كثير. هذا في الاجر والثواب، لكنه علاج للامراض النفسيه. اللي كيشعر بالضعف، ضعف الشخصيه، اللي كيشعر بالهوان، اللي كيخاف بالليل من الظلام، يخاف من الجن وهجوم الارواح الخبيثه، اللي كيخاف من المستقبل، اللي ما عندوش عزه وكرامه، ما هو الدواء؟ لا يباع في الصيدليات، وهو ان تلتزم بهذا الذكر، تقوله في الصباح والمساء على الاقل 10 مرات في الصباح، 10 مرات في المساء، ولا قلتي 100 مرة في اليوم رد عليه الجواب. غتلقى الحمد لله ربنا عز وجل اعطاك قوة الشخصية انك لا تقهر ابدا، ويعطيك الله عز وجل قوة الفكر، قوة الحضور، قوة الايمان، قوة اليقين، ويعطيك الله البركة في الحياة. هذه كلمة طيبة عظيمة، راه الصالحين الان كيقوموا بها وخيرات الله عز وجل تتناثر عليهم. فأسأل الله الكريم أخي يوسف أن يشافيك ويعافيك ويداويك ويمتعك بالصحة والعافية وتمام العافية. أخي يوسف إن شاء الله غتسال البرنامج وغنتواصل معك، وما غيكون إلا الخير، وغيب لك بأنك أنت كنتي كتكبر الأشياء بسيطة، وأنت كنتي كتكبرها في ذهنك وهي لا تساوي أي شيء. راه الدنيا بكاملها، الدنيا بما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وقد ذكر الصالحون أننا نجعل الدنيا كلها في أكفنا ولا نجعلها أبدا في قلوبنا. الدنيا لا تساوي شيء، فأشوق في ملك الله. غدا صباحا تشرق الشمس يوم جديد، وأبدأ الصفحة البيضاء في الكتاب، ونعاود الكونتور أزيرو، ونسعى لي الماضي، ونجمع القوة ديالي، وأبدأ الحياة إلى المستقبل بنجاح، وأستمتع بنعمة الحياة. الحياة نعمة، هبة ربانية، كل دقيقة كنضيعها في الأمراض والأسقام والأوهام هي من الجزء الضائع. أسأل الله أن يحفظك ويشافيك ويعافيك ويداويك، اللهم آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.